تونس تركنها المتخبية، زنقيها المزيانة وناسها المليانة، وباللي يصير ويصير تبقى ديما منانة. تبعونا وخليكم معانا نكتشفوا هاللي ما يوفيها كلام. في تركينا من تراكن تونس المزيانة، وين قفت السعف والسفساري، من الفجاري لين يهبط الليل ساري، وين الحوت والمناني، وين تكمل فرحة التوانسة في دقيقة 90. عم عبيد 83 سنة، من أقدم سكان رادس، اللي بش يحكي لنا على هالمدينة وتراكنها. أنا اسمي عبيد الشيب، مولود في الحمة هذه، عمري 83 سنة. المهنة كان عندي معمل تو مازال، أولادي ما أنا معاش نخدم، وأنا عربت هي ما معناها بلاد تولدت فيها، فهمتني، مسقط راسي. الناس كل واحد جاي من بلاد، ولكن يحبوا بعضهم الناس كل واحد هنا. رادس هذه ثم جماعة عندهم شوية لازم تلقى أني سباس يعمل فيه سين ثانية صغيرة شوية خضرة باش تعيشك العائلة ويبيعوا. أنا هذا تخزر الحكاية بكري كان بعد البنيات هذوما كل سوين ما ثماش ديار توا ولا بني شيء عالي. بكري نمشي واحنا صغار، أنا واحد من نمشي عم جلول، عم جلول هذايا عنده ثانية أوكي، يقول لي انت ولد شكون؟ نقول انا ولد الفلان الفلاني، وانا امي تعطيني 20 فرنك نجيب زوز خفاف ما نجمش نهزهم انا، لازم شكون اللي نجم يهز معايا هذيك. ويبدا يحش ويعمل واحد هذه ما عاد نمسك لافا درس مو درس مو درس مو درس مو حتى تعب، وانا نبدا نبكي ما عينيش نهز انا ما نجمش نهز هذاك، فهمتني؟ نعيشوا من بعضنا، واحد عنده شويه خضره فلاح والاخر احنا هنا ورادس بتاع ناس قليله. رادس ما عندكش خدمة برا البحر استاد هذاك هي خدمة نجم تعيش. كانت النساء يعرفوا بعضهم، كانت النساء ما يخرجوش في الشارع حتى تبدا لبس السبساري ما تخرجش، محافظين برشا. وبكري كانت الجمهورية التونسية في المحافظة معناها، إلا كان المرأة باش تمشي احنا توا الحمام هاو مقابلنا، الحمام مقابلنا، الحمام هذاك عنده ما يقارب 110 سنين. كان النساء باش تمشي للحمام تعمل دورة كبيرة، تعمل دورة كبيرة باش تمشي للحمام على خاطر تشوف المراح هذه المراح، والرجال قاعدة ولو هي تلمولي لابسة سفساري وخامة ودرجة، حتى الرجال ما يجيبش تخبع ما ديما مغمومة. عباد ناس كيما محافظين شوية كيما داخل الجمهورية الساحل واحد هذا تدخل كبير رجل كبير خاف الحومة، هذاك الشيف دي تريبي يقعد على كرسي ويقعد يخضر واحد هنا، وإلا كان يشوف واحد ما راهش قبل فهمني ماشي جاي فكر أحد يعيط له يقول له شو تحب تعمل هنا، عندك دار خالتك دار عمتك دار، يقول له لا ملا أخرج يقول ساك ما تحط. كانت المرأة هذه سونترال، كان فندق الغلة بتاع تونس مرشي سونترال، والسنترال هذه هالبطحة هذه فوق شوية تم 20 تالي يتلموا فيها اللي بشي بيع حوايج واللي بيع حاجة درحية واللي يجري واللي بيع تحوت واللي هذاك هو السوق. عندنا أبير معناها معروف الجمهورية، يجيوه الناس بالذمة يشربوا منه على خطر المطعم نتاعو. هو اللوطة هذه السنية هذه كونتيني وقت تمشي تلقى قهوة من هناك إذا تقدر تلقى قهوة، هذاك كان بير طراز لا ثم لا قهوة ولا شيء، بير وزايلة تمشي وتجي. والماء هذاك في رمضان يجيو من دوائر كل من حمام لمس من الزهرة من رسمية من درشو، وما يتحشى إلا ما يشرب ماء بير طراز. هذاك اللي هو معناها الناس كل الرواتسية يخولوا به ويحترموه، هو يخول وجاء من المغرب وكان إمام في جامعة سوف البلاد، ومن بعد طرحت العرادس عنده تقريب توا 800 سنة ولا أكثر شوية. يقولوا الناس وقت الحرب الألمان أنا بيتي صغير
حرب المار برشا ديار كسب من حمام لنفا ثلاثة بعضها ماء الموتة رادس ولا واحد مس يخوضوا سيدي بوحية هو علاش سلطان البلاد هذاك هو اللي منع الواحد هو ولي صالح على الأقل ما نجدوهش بالخير أما إحنا الناس كل اللي بشيمو اللي يموت واللي مريض واللي من هنا يخوضوا يهزول سيدي بوحية يا مرأة ما خدتك الحكاية دي عنده تو تقريبا 20 سنة فهمني خذاو سوالي تاع ناس دولة خذاتهم وحبت تعمل ان كومبلكس كامل خاطر كان يجيونا من برا جمعيات من خارج ما عندناش من ظاهر واحنا شنو اللي عندنا تيران غادي توا لموا الرياضة كلها معناها واحد وعملوها في سيتي اولمبيك معناها الناتاسيون اللي يحب حاجة ولاست كل سنين بعضهم في أراضي نتاع ناس فلاح عطاوهم فلوس عوضوا لهم والدولة معناها عملت بحث الغابة عملوها في بلاصة باش معناها ثم أوكسيجيناسيون ثم واحد فهمتني وعملوا برطمانات بالمناسبة وقع معناها البحر الأبيض المتوسط وقتها فهمتني جات الفرع على تونس بناوا بلاصات فهمتني مبلي معنا واحد بذمتك الليفينمون هذاك كبير تونس دولة عربية واحد هنا وعم فيها حاجة كبيرة فهمتني هذيك هي سيتي مشروع جريدتي بروجي بدل حيث برشا شباب وشابات من ولايات مختلفة روعة سالمي ونسخة المشروع اللي باش تحكينا على هالقصة. جريدتي تم إطلاقه من قبل جمعية الخط منذ 2011 اللي هي جمعية تونسية الهدف نتاعها غير ربحي والمتكونة من مجموعة من الصحفيين مصممي الويب والمطورين. مشروع جريدة انطلق في 2011 جيت الفكرة بعد ثورة متاع 14 جانفي وقت ما كانش فما مصادر إعلامية محلية دونك الهدف متاعه هو التثقيف والتربية على الإعلام الفكرة جيت بتبيعة مع وزارة الشباب والرياضة باش نعملوا نوادي إعلام في الجهات اللي يكونوا هما قادرين على إيصال المعلومات اللي موجودة في الجهات متاعهم والأخبار المحلية اللي كانت المؤسسات الإعلامية التقليدية وإلا المعاصرة ما كانتش نجم تخلط لها من هنا انطلقت فكرة مشروع جريدتي الأهداف متاع جريدتي هو التثقيف والتربية على الإعلام دونك الهدف الأساسي مع انطلاق المشروع كان إنشاء النوادي الأولى ولا النواة الأولى لنوادي الإعلام في الجهات والهدف من إنشاء النوادي هذو إن كما قلت لك إيصال المعلومات المحلية من خلال تدريب الشباب والشابات على تقنيات الكتابة الصحفية على الإنتاج السمعي البصري على البودكاست وغير ذلك حتى يكونوا ممثلين ثقافة تشاركية ديمقراطية ومحلية وأيضا دعم صوتهم في وسائل الإعلام التقليدية اللي نلاحظوا اللي هو متغيب يمكن من أكثر الصعوبات اللي لقيناها الأعوام الأخرى أنه حبينا ندعم صوت الشباب في وسائل الإعلام التقليدية وتوجهنا بالأساس للتلفزة الوطنية دونك مثلا من أهم الصعوبات اللي لقيناها أنه كانت عنا يعني برمجة معينة باش إنتاجات الشباب يتعديوا في الوطنية ويتم بثهم لكن كان فما يعني صعوبات إدارية اللي خليت المشروع ينطلق مؤخرا اللي خليت البث متاع روبورتاجات متاع الشباب تكون متأخرة ما فهميش وقت واضح للبث متاعهم ما فهميش مواصلة واستمرارية يمكن هذه من أكثر الصعوبات اللي لقيناها مع مؤسسة يعني تلفزية عمومية ويمكن من الصعوبات اللي يواجهها مشروع جريدتي منذ انطلاقه في 2011 إنه استمرارية والمواصلة والتجديد سورتو على خاطر بدينا في 2011 بتدريب شباب اتسيتغا دونك في كل عام يزيد يزمنا نلقاو أفكار جديدة نطوروا القدرات متاع الشباب أكثر وأيضا إيجاد الدعم المالي على خاطر احنا جمعية ونستندوا على الدعم المالي متاع المنظمات الدولية دونك استمرارية ومواصلة المشروع يتسمى تحدي بالنسبة لنا باش ما نقولش صعوبة تحصل مشروع جريدتي على جائزة أفضل مبادرة في التربية الإعلامية
في إطار الملتقى الدولي للصحفيين في نسخته 14. وهذا بالنسبة للضفة الجنوبية متاع البحر الأبيض المتوسط. كنت سعيدة وفخورة جداً بتقديم مبادرة جديدتي في إطار الملتقى الدولي للصحفيين في فرنسا في تور، واللي كانوا موجودين معايا مشاريع أخرى من المغرب وفلسطين ولبنان، وفي الآخر احنا نلنا يعني الجائزة هذية. دونك فرحانة وفخورة برشا انه بعد سنوات التعب متاع فريق خدم بجهد انه تلقينا الجائزة هذية، وهذية تتويج لي شخصيا والفريق اللي خدم معايا، وايضا الجمعية اللي هي المسؤولة على المشروع هذا اللي هي جمعية الخط، وايضا وبالاكيد يعني الشباب وشابات متاع مشروع جريدتي وليز انكادرور وليز انكادرونت، واكيد وزارة الشباب والرياضة اللي كانت الشراكة معها منذ 2011.